وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وهذه الأخرى، يعني سبحان الله، هذا الخلق الجم العجيب، إنسان يتعجب الحقيقة، يتعجب من هذا القلب الطاهر الزكي، كيف يعني يراعي هؤلاء الإخوان الذين فعلوا به ما فعلوا. قال من بعد، أي أتى بكم بعد هذه الأحداث، ولم يذكرها كما قال لا تثريب عليكم اليوم. قال من بعد أن نزغ، نزغ الشيطان هو نفثه وهو فتنته وهو يعني تلبيسه ونفثه في بعض القلوب. قال من بعد أن نزغ الشيطان، والله تعالى حكى، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. زين، من بعد أن نزغ الشيطان، وانظروا كيف أنه درع عن إخوانه أسباب ما صدر منهم وأسندها إلى من؟ إلى الشيطان، ويعني نأى بأنفسهم، في حين هم القائلون، صرح القرآن بأنهم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا قاله الشيطان ولا قالوا هم؟ هم الذين قالوا، هم الذين فعلوا، هم الذين قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وهم الذين ألقوه في غيابة الجب وأجمعوا أمرهم على ذلك. لكن هو قال من بعد أن نزغ الشيطان، ثم لم يكتفي بذلك، بل أشرك نفسه في هذه البينية، لأن قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وقدم نفسه، ما قال من بعد أن نزغ الشيطان بين إخوتي وبيني، قال لا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ويوسف لم يكن له في هذه البينية شروى نقير، لأن يوسف غلام ولم يصدر منه شيء، وليس للشيطان عليه سبيل، لا في نفثه ولا في تدبيره، لأن يوسف عليه السلام من عباد الله المخلصين. الله تعالى يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لكن مع ذلك مراعاة لمن؟ لهؤلاء الإخوة. يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وكذلك غلام، هو غلام وهؤلاء عشرة، يقول نحن أولو قوة، وهذا غلام، كيف يكون يعني لم يكن له سبب ولم يجري عليه، لم يعني لم يبلغ مبلغ الرجال بحيث أنه يكون لسبب فيما يغر صدورهم عليه. بالعكس، كل ما عليه، ما كان عليه يستوجب العطف ويستوجب الشفقة، لكنه اليوم يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذا لطف عجيب وتألف عجيب ومراعاة عجيبة من هذا النبي الكريم. وقال إخوتي، فأسند إخوته إليه بياء النسبة، يعني شوف، يعني دائما لما تقول أخي وإخوتي هذا يعني فيه تقريب وفيه إيناس وفيه حث لجانب الرحم وجانب العطف والأخوة. شوفوا كيف هذا اللطف الكريم، هذا الكلام الكريم العالي اللطيف. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي،